هلو everybody، مرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الصف الأول الثانوي تمريض يونت 4، عنوان الوحدة Pesticides in Agriculture. طبعا الكلمة مجزأة، Pesticides دي مجزأة من كلمتين Pest و Sides. Pest يعني آفة، يعني مبيدات الآفات أو المبيدات الحشرية، Pest آفة أو حشرة. لما تلاقوا كلمة اي سي اي دي اي ديت في آخر الكلمة دايما بتبقى معناها دايما مبيد، يعني الكيلينج، حاجة بتقتل، كيلر، هيربيسايد، بيستيسايد، دايما تلاقي الكلمة دي على طول. فهنتكلم ان شاء الله النهاردة عن البيستيسايد ان اجريكلتشر. ايه هو الاول بيستيس دي؟ يعني ايه معنى او مفهوم الافات او الحشرات؟ طبعا انتوا عارفين ان هي ار اورجانيزمز، هي تعتبر كائنات حيه زي الويدز، الانسكتس، البكتيريا، الفانجاي، الفيروس. هي حشرات صغيره، ممكن تلاقي بكتيريا، ممكن تلاقي اعشاب ضاره على فكره، لان الويدز بنعتبرها برضو من الافات، في اعشاب بتضر النباتات، فالويدز زي اعشاب ضاره، والانسكتس الحشرات والبكتيريا والفنجاي اللي هي الفطريات والفيروس، الفيروسات دي كلها افكت اور واي اوف لايف، يعني بتاثر على طريقه حياتنا. طيب دي الافات. طيب ايه كمان الافات دي بتعمل ايه؟ هارم اور انيمال لايك فليز اند وورمز. الحشرات دي كمان بتاذي الحيوانات بتاعتنا والهيومن بينج، يعني البشر. يعني الحشرات دي زي الحشرات الطائره، الفليز بانواعها، حشرات الطائره، براغيث والمش عارف ايه والحاجات دي والدبان دي الفليز، بس فليز يعني البراغيث والحاجات دي. الورمز اللي هي الديدان برضو دي تعتبر من الافات. طيب they reduce the quality and the quantity of food. الافات دي للاسف والحشرات لما بتصيب النبات بتقلل جوده وكميه الطعام، بتقلل ايه؟ جوده وكميه الطعام، الكواليتي والكوانتيتي مهمين قوي الكلمه دي. يبقى الافات دي بتقلل الايه؟ الكميه والجوده للاكل. باي ايه بقى؟ lowering production، بتعمل تقليل في الانتاج. يعني بتيجي قافه على الشجره، بدل ما تطلع 10 كيلو الشجره دي ولا 5 كيلو تلاقي مطلعه كيلو، ودي بتلاقوها في الافات في اي حاجه، تلاقي تلفت مثلا محصول طماطم، بطاطس، بتاع، فخلاص، فول، اي محصول، فبتقلل الايه؟ الانتاج طبعا، وده ضرر على المزارع. and destroying stored products. وطبعا في افات تانية، في حشرات تانية بتيجي على اللي هو المواد اللي هي مخزنة، stored products يعني المنتجات المخزنة، برضو بتيجي عليها افات تنهي. يعني انا عندي محاصيل بيسموها محاصيل استراتيجية زي القمح والذرة والحاجات دي بتتخزن، لان انا ما بحتاجها كل شهر وبحتاجها في حياتي اليومية، فلازم الدولة بتخزنها. طب لا قدر الله لو حصل لها افات، جات لها افات، طب ما ده تدمر المحصول الاستراتيجي المتخزن عندي، فدي مهمه جدا ان احنا نعالجها. They compete with the human for food and affect the health. ده مشكله بقى دي تانية. هي كائنات حيه، يبقى بتاكل زي ما احنا بناكل، وبتتنفس زي ما احنا بنتنفس، وكل حاجه كائنات حيه دقيقه. فهي بتنافس البشر، الهيومن اللي هم البشر او الانسان، فور فود، على الطعام، وبتؤثر على صحته، افكت ذا هيلث. يا ريت بتاكل بس، لا ده لو كلت من حاجه وانت جيت كلت ده تعمل لك مشاكل، صح ولا لا؟ يعني انا ما اقدرش اكل محصول جات له مثلا ايه افه، اكله ازاي تاني؟ يعني اعمل بيه ايه؟ ده خلاص ما هو دخل فيه عنصر طبعا مضر، فما ينفعش، فهو بينافسك في الاكل ده وبيأثر على الصحه. كمان الافات دي destroy building and are the major cause of land degradation. degradation يعني اللي هو تدهور الارض الزراعيه او نقصانها. ده السبب الرئيسي بقى في تدمير المنازل. في بعض الحشرات تصوروا ان هي بتعمل حاجه في التربه، يعني بتاثر على بناء التربه بتاعتنا، وبتؤدي الى تدهور الرقعة الزراعيه. دي بعض الافات الخطيره برضه. طبعا في الكتاب ما جابليش ايه الافات، وجايب لي اول حاجه البيست سايدز دي ايه. فاحنا تعمدنا الاول نشوف البيست سايدز ايه، المخلوق ده اللي هنهاجمه، وبعدين ندخل بعد كده على البيست سايدز. ايه بقى البيست سايدز دي؟ دي حاجات بنعملها او حاجات الناس المتخصصين عملوها عشان خاطر نحارب بها
الكيلرز بتوعنا، يعني هم دول اللي بيموتوا لنا الآفات. فعبارة عن substances، عبارة عن مواد، مواد substances يعني مواد are used to control، بتستخدم عشان خاطر تسيطر وديستروي تدمر وريبيل يعني تصد. يا ريت تراجعوا معايا كده الكلمات اللي بقولها دي، كنترول تسيطر، ديستروي تدمر، ريبيل تصد، اور اتراكت بيستس او طريقه لجذب الحشرات، يعني تجيبها عشان تموتها، مش جذبها يعني حاجه حلوه لا، يعني جذبها عشان تجيبها تنهي عليها. تو مينيمايز عشان يقلل، مينيمايز يعني يقلل ديترمنتال افكتس اللي هي الاثار الخطيره او الاثار الضاره. ديترمنتال معناها هارمفول، ديترمنتال اللي معناها هارمفول يا شباب. فيبقى هنا مواد ديت بنستخدمها لاربع افعال، ايه هم؟ الكنترول عشان تسيطر، وديستروي عشان تدمر، وريبيل عشان تصد، واتراكت عشان تجذب الحشرات لها، تو مينيمايز عشان تقلل الديترمنتال افكتس اللي هي الاثار الايه؟ الخطيره. طبعا المواد دي ممكن تكون مواد عضويه اورجانيك، وممكن تكون مواد غير عضويه، يعني بنعملها احنا من الناس العلماء بيعملوها بيصنعوها وبيعملوها في المعامل. ممكن تكون مواد يكون طبيعيه اورجانيك، يبقى في نوعين من البيستسايدز يا شباب، اورجانيك عندكم في الكتاب اورجانيك، وفي عندنا ان اورجانيك اللي هو غير طبيعي. فالبيستسايدز انواع، عرفنا ايه هي بقى البيستسايدز. طيب وير كان وي يوز بيستسايدز؟ احنا نقدر نستخدم البيستسايدز دي فين؟ فين مكانها؟ في كل حاجة في حياتنا بنستخدمها. وي كان يوز ذيم ان ليفستوك، يعني ممكن نستخدمها في المواشي. ايوه طبعا بنحطها، مش ناكلها للمواشي، لا طبعا بنحاول نطهر بقى المواشي، نطهر بقى المكان الحظائر اللي فيها، لان طبعا دي مكان خصب جدا ل زيادة أعداد الآفات. طبعا أماكن مش نظيفة، مكان الحظائر بتاع الحيوانات، الفارمنج مكان الزراعة، لأن الآفات دي بتتغذى على الزراعة، بتتغذى على النباتات، في الفورستري في الغابات لازم أرشها كتير باستمرار. هوم جاردنينج، لو أنا عندي حدائق منزلية لازم أرشها على طول، لأن بتنمو فيها الحشرات الضارة. هومز في المنازل، كل حتة في البيت لازم أستخدم مطهرات ومبيدات حشرية. في الهوسبيتالز مهم جدا عشان بريفنت انفكشن، عشان نمنع العدوى. الكيتشنز في المطابخ، ليه المطابخ؟ ايوه عشان في حاجه اسمها بقى الايه؟ الفود سكريبتس اللي هي البقايا والاكل، فتات الاكل طبعا، لانه بقى الاكل ده بيجذب الحشرات، حاجه وقعت على الارض ما خدتش بالي. في الروت سايتس على جوانب الطرق برضو بتبقى تنتشر الاتربه والحاجات دي، فلازم ارشها باستمرار. والاندستريال اريا، المناطق الصناعيه برضو، لاني معرضة ان يكون فيها تلوث وبالتالي بتكتر الافات دي، يبقى انا برش او بستخدم البيستسايدز في الاماكن دي. طيب واي دو وي نيد بيستسايدز؟ طب ليه احنا محتاجين؟ في بديل عن المبيدات الافات، المبيدات الحشرة دي في بديل لها؟ الى الان مفيش اوبشنز تاني، يعني مفيش اختيارات اخرى غير البيستسايدز، لانه دي افات قاتلة وافات ضارة جدا بالنسبة لنا، بتأذي النبات وبتأذينا. طيب ايه الحل؟ قال لي دلوقتي الافات دي بنحتاجها ليه؟ تو انيبل اس، عشان تمكننا، خلينا نقدر بروديوس هاي كواليتي، عشان نقدر ننتج كميه كبيره من الغذاء فور جروينج بوبيليشن، عشان خاطر اقدر اسد بها النمو السكان او السكان المتزايد. يبقى مهم جدا لو انا ما بطلت البيستسايد، وقلنا لها اثار جانبيه ومضره وبتعمل وتسوي، طبعا هيبقى النبات ده هيهاجمه البيستس ديت اللي هي الافات والحشرات، فبالتالي مش هتديني انتاج، هيبقى مشكلة عندي مجاعة بعد كده. فهي مهمة جدا عشان بريديوس هاي كواليتي، يعني جودة عالية من الطعام فور جروينج بوبيليشن، لإيه؟ لنمو سكان متزايد. اتس افيشنت اند ايكونوميك، اه مظبوط كده، ما فيش شك طبعا ان احنا بنقول انه طريقة كفء واقتصادية في نفس الوقت. طريقة ايه؟ كفء واقتصادية. ايه المميزات؟ وات از ادفانتجز اوف يوزنج بيستسايدز؟ ايه مميزات المبيدات الحشريه؟ البريفنشن، الوقايه، اند كيور والريموفال اوف ذا كوز. خلصت، هو دي كده الاجابه بتاعتنا. مميزاتها بتعمل حاجتين، وقايه بحيث ان انا زي ما بيقولوا بريفنشن از بيتر ذان كيور، بتعمل وقايه للنبات قبل ما حضرتك تزرع النبات، الفلاح بيجي ياخد المبيدات ديت يرش بها الارض الاول عشان تكون
آمنة، أو إن يمنع، أو النبات لما بيتزرع بيبدأ يرشه عشان خاطر لو مفيش أفات تانية، أو كيور علاج وإزالة السبب removal of the cause. طب إيه عيوب using pesticides؟ بيقولوا إن في عيوب زي ما لها مميزات، في ثلاث عيوب لاستخدام المبيدات الحشرية. قالوا إن ممكن تعمل reduction of beneficial species، دي مهمة جدا يا جماعة. هو الآفات دي بيقولوا مبيدات الآفات أو المبيدات الحشرية بتعمل تقليل في فصائل النباتات المهمة، بتقلل نسبة الفصائل دي أو بتقلل عدد الفصائل النباتات والحيوانات، فبالتالي بينتج عنها changes بيحصل بقى، بيؤدي إلى إيه changes، تغيرات في البيولوجيكال بالانسز اللي هي التوازن البيولوجي، التوازن البيئي زي ما بيقول. زي ايه مثلا؟ ممكن تؤدي الى losses of honey bees، ممكن تؤدي الى ايه؟ تقليل نسب اللي هي مثلا النحل، لانه بيأثر، انتوا عارفين ان الرش على النبات ده بيجي النحل مثلا يمتص الرحيق اللي موجود في النبات، طب النبات ده بقى ما مرشوش ومحطوط عليه بيستسايدز، يجي النحل طبعا غذاء نظيف اصلا النحل ده، فلما يجي يشم الرحيق ده وياخده فاكيد هيصاب، ممكن يموت النحل ده. طيب ما انت كده فقدت ايه؟ الهاني اللي هو العسل من المجال اهو، بقى هتيجي تفاجئ ان مفيش عسل نحل، يبقى توازن بيئي بسبب البيستسايدز، يعني اللي قلل النسب، مفيش مثلا عسل نحل موجود عشان البيستسايدز وانت مش عارف ايه سبب، لانه النحل مات بسبب ايه؟ ان هو بسبب البيستسايدز اللي موجوده في النباتات وهكذا. وده بيأثر كمان على البولينيتنج انسكتس، في حشرات بيسموها حشرات التلقيح، حشرات ايه التلقيح، انتوا عارفين ان عمليه البولينيشن اللي هو عمليه التلقيح او البولينيت يلقح او البولينيتنج عمليه التلقيح نفسها، انه في حشرات وفي رياح كمان، يعني الرياح كمان بتشارك في الموضوع ده، لكن في حشرات كمان بتساعد في عمليات التلقيح، فانا لو كترت في استخدام البيستسايدز ممكن الحشرات بتموت. Drift of spray and vapor can cause severe damaging crops. طبعا بيتكلم على البخار ورش المبيدات. ايوه كلمه فابور اللي هو الرش او السبراي، يعني الرش اللي جاي من المبيدات ده ممكن يكون له اثر شديد، سيفير يعني شديد جدا خطير، على الليف ستوك، على المحاصيل وعلى المواشي وعلى الووتر ويز اللي هي بيسموها القنوات المائيه. يعني انت ممكن ترش بدون ما تتعب، سواء كان بطريقه يدويه او بطريقه بالات معينه او بطيارات مثلا بترش، رشيت مجرى مائي فده بيأثر طبعا على الناحيه الصحيه وممكن يعمل تلوث للانفايرمنت. اخر حاجه ريزيديوس ان فود، بقايا الطعام، حضرتك وانت بترش مش ممكن الاكل ده، الثمرات او الثمار اللي موجود في الطعام ده يكون اصابه ببعض من البيستسايدز ديت ومتعلق، بيحصل بقى امراض بعد كده اللي طبعا لانه فود فور هيومن. يبقى ثلاث حاجات ممكن تاثر على البيئه بتاعتنا وتاثر على الانسان. ريدكشن اوف بينيفيشال سبيشيز، ثاني حاجه دريفت اوف سبراي اند فابور، رابع حاجه ريزيديوس ان ايه ان فود. طبعا الاسئله اللي عندي، الكويشنز نمبر 1، وات ار بيستسايدز؟ تمام، ايه البيستسايدز دي؟ دي سبستانسز ار يوزد تو كنترول ديستروي ريبيل اور اتراكت بيستس تو مينيمايز ذير ديترمنتال افكتس، وترجمناها قبل كده اللي هي مواد بتسيطر وبتدمر وبتصد وبتجذب الحشرات لتقليل اثرها الضاره. وات ار ذا يوزز اوف بيستسايدز؟ يعني ايه استخدامات البيستسايدز؟ بستخدمها في حاجات كتيره جدا، نقول لي الحاجات دي، او انه بتستخدمها في البيوت في الهومز، وبتستخدمها في الليف ستوكس والفارمنج في الزراعه وفي الفورست في الغابات، والهوم جاردنينج اللي هو الحدائق المنزليه، والهوسبيتالز بتستخدمها في المستشفيات وفي الكيتشنز والرود سايدز اللي هو جوانب الطرق والاندستريال اريا. وات ار ذا ريسكس اوف اسوشيتد وذ بيستسايد يوز؟ احنا قلنا في مخاطر، ايه المخاطر المرتبطه، كلمه اسوشيتد ويز مرتبطه بيه، ايه المخاطر المرتبطه بالبيستسايدز يا شباب؟ المخاطر دي اول حاجه قلنا ريدكشن اوف بينيفيشال سبيشيز زي ما اتفقنا لخصناها كويس، انه بيعمل تقليل للفصائل المهمه في حياتنا البينيفيشال المفيده، تقليل الفصائل المفيده زي قلنا النحل مثلا او البولينيتنج انسكتس اللي هي بيقلل او بيقضي على الحشرات الملقحه. كمان الفابور ده الرش اللي بيطلع من المبيدات الحشريه دي كوز سيفير دامج، ممكن ياثر على المحاصيل زي الليف ستوكس وزي الووتر واي وزي على المجال العام، انه ممكن ياثر على المواشي والمحاصيل والمجرى المائي في البيئه بتاعتنا.
كمان بقايا الطعام residues in food for human and feed for human. طبعا انه ده طعام ممكن يكون اي حاجه من البيستسايدز دي متعلقه في الاكل فتصيبنا بالامراض. What are the benefits of using pesticides؟ احنا قلنا ايه مميزات استخدام المبيدات الحشريه؟ طبعا مفيده جدا في البريفنشن، بتعمل عمليه اللي هو الوقايه او كيور او علاج or removal the cause، وازاله الايه السبب. يبقى هي علاج ووقايه من الاخر، بريفنشن اند كيور. يعني لما يجي لي سؤال زي كده يقول لي ايه البينفيتس، تاني هو ايه البينفيتس اوف يوزنج بيستسايدز، ايه فوائد استخدام المبيدات الحشريه؟ كلمتين بريفنشن اند كيور. ايه يا جماعه؟ ها بريفنشن اند كيور، وقايه وعلاج. طيب نقطه الجرامر اللي عندي الموجوده هنا مهمه جدا، الفرق بين اولذو ونسبايت اوف وديسبايت. هما كلمتين، اولذو كلمه ونسبايت اوف بتساوي ديسبايت، الثلاثه بيدوا جمل الكونترست، بيدوا معنى التناقض. يبقى اولذو لوحدها كده الثلاث جمل الاولانيين هنلاحظ وراها ايه؟ اولذو على الرغم من، دايما وراها الفاعل والفعل، السبجكت والفيرب. في الجمله الاولى اولذو هي از بور، هي از هابي، هي از هابي، يعني هو فقير لكنه مسرور او كنه سعيد. الجملتين في جمله التناقض، فين جمله التناقض؟ ان هو بور ولا هابي؟ صح كده، ان هو هابي، واحد فقير لكنه سعيد. فدايما اولذو الجمله الثانيه بتبقى الكونتراست، بتبقى جمله التناقض، وهي بتيجي في الاول. يعني لو خليناها مثلا في الميدل اوف ذا سنتنس، خليناها في نص الجمله، هتبقى ازاي؟ هي از هابي اولذو هي از بور. يعني ما تشقلبش الجمله وتقول هي از بور اولذو كذا، لا، هي از هابي اولذو هي از بور، يبقى جمله هي. نمبر 2، اولذو ات واز رينينج وي ونت فور ا ووك. نفس الكلام، الجو بيمطر، المفروض ان الجو بيمطر، اقعد في البيت، ستي ات هوم، لكن قال لي ان ايه، وي ونت فور ا ووك، يعني اتفسحنا او خرجنا نتمشى. برضه نخلي بالنا جه ورا اولذو ايه؟ ات واز رينينج، الات دي للسبجكت ووز رينينج دي الفيرب. طيب خلوا بالكم عشان هنسال فيها دي. اولذو ذا تيست از ديفيكالت وي انسرد ات، يعني مع ان الامتحان صعب لكن جاوبناه. برضه التناقض في الجمله الثانيه مش في الاولى، امتحان صعب المفروض ما جاوبوش لكن جاوبناه. طيب لو قال لي بقى في الامتحان انا عايز بدل اولذو في الاولى احط ان سبايت اوف او ديسبايت، قلت لكم يا شباب انه كلمه ان سبايت اوف هي ديسبايت، بس ان سبايت بتقبل حرف الجر اوف، لكن ديسبايت ما بتقبلش حرف الجر اوف. طيب عايزين بقى كلمه ان سبايت اوف مكان اولذو، يبقى بنشيل السبجكت والفيرب اللي هو هي اس، شيلها ونجيب النون من ايه؟ من بور. بور النون منها بافرتي، الفقر. طيب واحد يقول لي ما انا مش عارف اجيب النون، مش عارف اجيب الاسم، لان شرط مهم ان سبايت اوف او ديسبايت لازم وراهم يا فيرب اي ان جي، ركزوا واحفظوها دي، فيرب اي ان جي اما نون. طيب الفيرب الاي ان جي ممكن اجيبه ازاي؟ من از، ايوه سامعك، بينج. اما بجيب المصدر زائد اي ان جي دايما يا جماعه، اما بجيب الاي ان جي لازم اجيب المصدر الاول، مش اقول ما نقولش ازنج، مش صح ده طبعا. اقول له ان سبايت اوف ها بينج بور وتبقى صح. يبقى تاني يا شباب لو قال لي في الامتحان حط ان سبايت اوف مكان اولذو في جمله زي دي، ما تخافش، مش عارف انا بور تقول لي بافرتي، انتليجنت مش عارف انتليجنس صعب عليا، طب اعمل ايه؟ اقول بينج، اجيب الفيرب اسمه بينج. طيب نمبر 2 بيقول لي اولذو ات واز ريننج، انا عندي بقى فيرب اي ان جي كذا، يبقى انا اشيل ات واز واقول له ايه؟ ريننج او رين، بالرغم انها تمطر او المطر. نمبر 3 بيقول لي ان سبايت اوف ذا ديفيكالت تيست، شفتوا بقى؟ هو ما انا عندي كلمه از ديفيكالت، حته معلومه هقولها لكم كده في السريع مهمه قوي. اذا كان السبجكت ناون، يعني اذا كان الاسم اللي موجود عندي او الفعل اللي موجود عندي اسم موصوف بصفه بعد كده فيرب تو بي ذات صفه، يعني ذا دي مثلا ذا ويذر از جود، ذا تيست از ديفيكالت، ذا ماتش از انترستنج، ها تمام كده، ذا تري از تول، تمام. لما اجي اعملها في نسبايت اوف او ديسبايت ما نجيب الصفه قبل الاسم وخلاص، احنا نقول از ليه، يعني ان سبايت اوف ذا ديفيكالت تيست، ان سبايت اوف ذا باد ويزر، ان سبايت اوف ذا تول تري مثلا، يبقى بنجيب الادجكتيف قبل الصفه ويبقى جملتي صحيحه. طيب عايزين نعمل الجمل دي مع بعض كده، بيقول لي ري رايت ذا فولوينج سنتنسز، اعمل لي جمل بقى. هي واز فيري اولد، هي ووكد 10 مايلز ا داي، يعني هو يعني كان كبير في السن لكن مشي 10 كيلو، بيمشي 10 كيلو في اليوم. فين التناقض؟ تمام في الجمله الثانيه، يبقى الزوف الاولى بس. ما بنحطش اولذو بقى بعدها ووكد، لا الاولى، يبقى اولذو هي ووز فيري اولد هي ووكد 10 مايلز ا داي. طب واحد يقول لي طب دي كابيتال، طب لو جابها لي سمول ما فيهاش مشكله خالص، فيها
الجملة بادئة بكابيتال لتر يبقى أبدأ بتابلو سمول أقول له الجملة التانية، لأن التناقض الأول he walked 10 miles a day although he was very old. طيب نمبر 2، it was holiday Tommy cycled to school، يعني النهاردة أجازة أو امبارح كان أجازة وتومي ده راح المدرسة بالعجلة بتاعته. فين التناقض؟ تمام، التناقض في الجملة التانية. طيب يبقى على الأولى. طيب في نون في الجملة ليه هوليدي، طب ما نستخدمه على طول أو despite holiday بالرغم إنه موجود أجازة، صح كده. 3، he passed the exam despite his illness، فين الجملة despite ورا؟ طب عايز ألزو في النص برضو عشان despite، مظبوط، ونحط بدلها بقى من عندي. يلا بقى معايا كده واحدة واحدة، هنجيب بعد ألزو إيه؟ هنجيب بعد ألزو فاعل. طب مين الفاعل هنا؟ هو بيتكلم على هي، يبقى هنشيل ديسبايت، هنقول هي باست ذا اكزام اولزو هي. طب الفيرب هنا كان باست ولا بريزنت؟ تمام كان باست. ليه؟ عشان الجمله هنا فيها باست يعني نجح، يبقى اولزو هي ووز. تمام كده صح. طيب عايزين بقى الناون، من الناون هنا موجود النس، ارجعه للصفه بتاعته اقول له ال، نقول ايه؟ ال، يبقى اقول هي باست ذا اكزام اولزو هي ووز ال. يبقى لما يبقى موجود نون وبيقول لي حول له ذو، ارجع النون للادجكتيف تاني، ارجعه لاصله. النس دي كانت ايه؟ ال. برضو دي صعبه يا مستر، عايزين حل، خليها نون برضو بس نجيب فعل وفعل. حاضر ما فيهاش حاجه، اقول له هي باز ذا اكزام ها اول ذو، انا سامع حد فيكم قال لي ايه؟ هي هاد النس. تمام كده، لانه في قاعده بتقول الادجكتيفز الصفات بيناسبها فيرب تو بي، والناونز الاسماء بيناسبها فيرب تو هاف. فجمله زي كده عادي جدا احط فيرب تو هاف واخليه في صيغه الماضي. وي ونت سويمنج ديسبايت ذا كولد ويزر، لسه قايلها لكم من شويه، لما نقول صفه زائد اسم يبقى عكسها، اجيب الاسم والصفه. وي ونت سويمنج اولزو ذا ويزر از كولد، او اولزو ذا ويزر واز كولد، صح؟ فاكرين الجمله اللي احنا قايلينها من شويه لما قلت في جمله مثلا في الجمله اللي فاتت، نرجع معلش للصفحه السابقه اللي هي بتاعت although the test is difficult، شوف رجعناها ايه؟ the difficult test. طب ما في جمله هنا بيقول لي ايه؟ ها؟ he went to summon dispatch the cold weather، اقول له ايه؟ although the weather was cold. طبعا وبكده يبقى انتهينا من تدريس الوحده الرابعه، والى اللقاء.